ضمن مبادرة مشروع بناء قدرات الناشطين والفرق التطوعية، يقيم مجلس شباب بيجي التطوعي ورشة تدريبية تحت عنوان كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بصورة فعالة وصحيحة في إيصال هموم وقضايا أهل مدينة بيجي وإيجاد الحلول لها. طبعا قيمة هذه الورشة بدعم من مركز تكريت للعمل التطوعي، وحضر الورشة عدد كبير من الشباب والناشطين والخريجين والمثقفين. المهندس هيثم نزان حجاب رئيس مجلس الشباب بيجي التطوعي، عقد الورشة التدريبية الأولى والتي نفذها مجلس الشباب بيجي الموحد وبدعم من مركز تكريت للعمل التطوعي، وضمن مبادرة تطوير الفرق التطوعية والناشطين في محافظة صلاح الدين. وتركزت أعمال الورشة حول استخدام الفعال لمواقع التواصل الاجتماعي في إيصال قضايا مدينة بيجي المنكوبة وأهم ما تعانيه المدينة على الصعيدين الخدمي والمؤسساتي. نحن مجلس شباب بيجي يعني كمتطوعين يعني سوينا حملة ندوة حاليا بمركز الأستاذ هيثم نزهان في يعني المحاولة بالنهوض بمدينة بيجي، خلال التواصل ويا المسؤولين، حملة على السوشيال ميديا فيسبوك وغيرها وغيرها، وإن شاء الله نشوف تطور نشوف نجاح. الهدف من الحملة يعني مساعدة مدينة بيجي بالنهوض حاليا وإيصال صوتنا للمسؤولين، لأن ضعف حكومي وشغل قليل على مدينة بيجي، إن شاء الله نشوف خير عليها.